امبارح كان في الاعلان عن الايفون 5 15 5 ايه فاسعار بقى اسعار يقول لك $800 $900 ده ال 15 بس وال 15 بلس مش الحاجات الاعلى. ففي مواقع كده عملت حاجه لطيفه بتقول لك انت محتاج كام من مرتبك عشان تشتري الايفون 15. توريني البتاع. بمناسبة الإعلان عن آيفون 15، لو كنت ناوي تشتري آيفون 15 شوف كام نسبة الراتب الشهري اللي يحتاجها أي شخص في كل بلد علشان يشتري آيفون 15 برو ماكس 256 جيجا بايت. مصر أنت محتاج من مرتبك 821% من مرتبك. تاني مش 100% ولا 200، أنت محتاج 821% من مرتبك علشان تقدر تشتري ايفون 15 الجديد. بعدك باكستان 816، نيجيريا 757، اول دولة بعدك في المنطقة تركيا. انت محتاج 292 من مرتبك. تنزل تلاقي الهند 213% من مرتبك، روسيا 203، تدور على دولة عربية افريقية مفيش. بولندا محتاج بس مرتب شهر تشيك 75%. فرنسا محتاج 49% من مرتبه عشان يشتري ايفون 15. امال بقى النرويج والسويد والناس الرئيسة دي اللهم لا عيش الا عيش الاخره.